يوصل المادة الغذائية بالجهة الفلانية وليست لها علاقة بالدين ولا الدين، ربما ضمير الإنسان، ربما واجهة يريد، لا نعلم. عموما ما دامت هي قد صدرت حتى من الملحدين، إذا لا تدل على حقية إنسان أو عدم حقية. نبحث عن أصل الحق وبعد هذا نقول وهذا الحق وحصل على هذا بصورة صحيحة وحقيقية، كمن يسرق ويعطي، يسرق قرآن ويقرأ قرآن يطرح القرآن، أو يسرق ويصرف يعني هذه الأموال السرقة بإقامة مجلس مثلا تعزية، كما ربما يعني المسألة أنه من لم يخمس فليس من حقه أن يقيم مجلس تعزية ولا يقبل منه سواء بالكل أو بالجزء، ولا نسمح لشخص مثلا يذهب لذلك الجانب على نحو القاعدة لأنه أموال مغصوبة سواء كانت الأرض أو الفراش أو الطعام، فيها غصبية في المقام، فاستحوذ على صاحب الحق على منصبه وعلى أمواله، فما يعطي في الخارج ليس فيها يعني خصوصية، ما لا تحقق هذا الشيء. هنا أيضا يشير الأمير المؤمنين سلام الله يعني يقول لا تستغرب يعني كان لقوة ما يدفع معاوية من أموال ولقلة ما يدفع الأمير المؤمنين سلام الله عليه من أموال، يعني شخص يأخذ 4000 دينار عندما تأتي موارد معينة مثلا في ذلك الوقت، وعندما حصلت خلافة الأمير المؤمنين سلام الله يعطي يقسم بالتساوي فيكون مثلا يكون لهذا درهمان أو 4 دراهم، يعني صعب عندما يأخذ 4000 وينزل إلى هذا المستوى ويساوي العبد أو يساوي هو رئيس قبيلة يساوي من هو يعني من أفراد قبيلته، فيقول لا نستغرب ليست هو المناط بالأموال والواجهات، لأن سيرة الأنبياء سلام الله عليهم هكذا يشير حتى يكون الابتلاء أشد، تحققت القضية في الخارج بهذه الخصوصية. فيقول يعني يقول لو كان للكبر قد شيء معين خصوصية وفيه شيء جيد لكان الأنبياء تميزوا به أو اتصفوا به، لكنهم لم يتصور به، إذن الكبر ليس جيد وليس بحسن، فاللازم على الباطل لازم الباطل. فيقول ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم، إلى أن يصل لشيء يقول فلا تعتبروا الرضا، فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والاقتدار، يقول فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال، الرضا والسخط بالمال والولد من يعني لا تجهلون هذا يعني العنوان الجاهل، تعتبر انه عندما تكون عندك اموال وهذه تصدر في الخارج يعني فقير يطرد مثلا تعترض عليه متى هذا فقير يعني حتى انا من رئيسي اقول لك لولا الله سبحانه وتعالى غضب علي ما راضي علي ما يكون فقير لكان غنى، هذه تصدر ربما تسمعون هكذا شيء، لولا الله سبحانه غضب علي لما كان جلس في البيت الفلان ولما كان مستأجرا وليس صاحب ملك، فتصدر يعني كثيرا هذا جهل، يعني هذا كل ما يصدر إذا صدر شيء من الإنسان فهذا نتيجة ما يعني يعيشه من جهل أو ما يعيشه من جهل. وقد قال سبحانه وتعالى يقول هذا كله يعني عبارة عن اختبار وابتلاءات، يعني الأنبياء فقير حتى أنت كمكلف هل ستجعل العقل هو المناط أم ستكون الواجهة والتحاق الناس يعني يدفع أموال أكثر ولأنه له السطوة ستلتحق معه كما يعني قضية فرعون وغير فرعون، يأتي النبي سلام الله عليه فقير ولابس ربما ممزقا راعي أيضا مشهور أيضا كثير من الأنبياء بهذه الخصوصية، هو أصلا لا يبحث عن واجهة منعزل ربما في غار، هذا أيضا تأكيد على العقل الفردي، خصوصية الأنبياء سلام الله عليهم للجبل الغار اعتكاف معين في بيته، فدائما هذا أيضا من ضمن تأييدات العقل الفردي تكون فيه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب للواقع لأنك بعيد عن يعني مغريات الحياة وما تتعلق بها من أموال ومن واجهات وأشخاص. فيقول يحسبون أنما نمدهم بالمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فإن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فإن الله سبحانه وتعالى
يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. يعني يبتليهم ضعيف يتيم كما قضية النبي صلى الله عليه وآله، راعي ربما نسمع بفرعون يقول له بأسورة يعني ذهب، أول شيء تملك أموال وأملك ذهب، بعد هذا تعال حاجزنا بقضية النبوة وقضية أنت صاحب حق ومحاججة، فتعال بملابس ربما صوف أو كذا يعني على جسمه، فاستصغر شيء يعني يمتلك أموال ويمتلك الذهب، بعد هذا من حقه أن يحكي، ليس من حقه أن يحكي ما دام لا يمتلك، فليس من حقه أن يحكي. نحن نرجو يعني ممن يسير على خطأ أهل البيت سلام الله عليهم، ولأننا عندنا قضية رئيسة، قضية المعصوم سلام الله عليه، ولأنه سيمر بما يعني يمر به، وهذه كل هذا الشيء يتحقق في الخارج صغرى من تلك الصغريات، علينا أن نعود يعني نربي أنفسنا هذا الشيء، لا نختار بهذا العنوان مواجهة وأموال وكثرة ناس ونفيا، وإنما علينا أن نتبع الدليل أينما كان دليل، حتى لو كان صاحب الدليل غريبا علينا أن نلتحق به ونتمسك به في المقام. إلى أن يقول سلام الله عليه: ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما على موسى هارون سلام الله عليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي. صوف وعصي، هذا ملك يقول فشرطا، هذا اليقين بالله، هذا الاعتقاد، هذه الثقة بالله، فشرط لهم إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه، إذا أسلم يبقى ملكه وإذا لم يسلم ينتهي. أي هذا إنسان لابس الصوف بيده عصا يهدد فرعون الذي يعتبر الرب في تلك المرحلة، تعلم هذا يهتز يعني يستصغر المقابل، يعني يستصغر مثل هكذا أطروحها شخص لا يمتلك أي شيء، لا يتصور مثل هكذا أطروحها في الخارج ويستصغر مثل هكذا أطروحها. لذلك هو كان إلى حد ما هكذا نقول، كان حسب ما نحن وربما نحبس من هذه القضية نقول سبب يعني عرض قضية السحرة وقبل وقبوله للمناظرة، كان متيقن من انتصار السحرة في الخارج، لكن ربما يعني هكذا يقول ربما سجلت هذه القضية شبهة وصل هذا وهذا وقال لي هذا الشيء وملكك ينتهي، يقول ربما تسبب خدش بملكي وبكرامتي وبهيبتي لأرضى بالمناظرة وأفشل هؤلاء أو أفشل هذين الشخصين هذه القضية أبطلهم حتى تكون قضيتي تامة أكثر وترفع أشوفها سجلت من قبل هذين الشخصين، فهذا السبب لأن الله سبحانه وتعالى حقق محطة الخارج. فماذا يقول؟ فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب. هذا لما قال هكذا؟ يقول إعراما أمير موسى، هو يقول إعراما للذهب وجمع الذهب واحتقارا للصوف ولبس الصوف، ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعدهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن الإقبان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء وحوش الأرض لفعله، ولو فعل لسقط البلاء. هذا اللي نحن ربما أشرنا في علي وولاية الشام، أعتقد اللي كان بعد يعني قلنا لو كانت القضية سهلة وكانت الصدوة للنبي، أهل النفاق ما شاء الله مباشرة يلتحقون، يعني أهل النفاق وأهل الدنيا مع شخص من أهل الباطل ويعترفون بأنه من أهل الباطل وهو مجرم وطاغية وفرعون يلتحقون معه من أجل الأموال، فكيف إذا كان النبي هو من تسلط على الحق؟ يقينا سيتسابقون للالتحاق به، لا يوجد أي تردد بهذه القضية، مع أهل الباطل التحاق، إذا مع أهل الحق وهم يمتلكون الأموال يقينا سيلتحقون بهذه القضية. وإلى أن يقول هي معاني ما شاء الله يعني بديعة، لكن نحن نريد لحد ما نغطي ما نستطيع. ولو كان الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا ترام وملك تمتد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رهبة ليس رغبة، يخاف ويلتحق أو حب الدنيا ويلتحق ليس اعتقادا، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم
أو رغبة ما إلى بهم، أما في الخوف خوفا يلتحق، وأما أموال يلتحق بها. فسيكون التعب، لا يوجد اختبار في المقام، يعني هو النبي قد تصلب أو الإمام قد تصلب. ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة. يعني بين الصالح والطالح لا نستطيع أن نميز، كلهم التحق بالنبي لأنه هو رئيس الدولة، فلا نميز بين هذا وهذا. عند الله طبعا يوجد تمييز، لكن يوصل الإنسان إلى مستوى من الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى يحتج بكل شيء كما احتج إبليس، فحتى تكون الحجتان من الله سبحانه وتعالى، جعل هذه القضية، جعل الفقير، جعل الضعيف، جعل اليتيم هو من يصدق تلك القضية. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة، خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس من أجل أموال تلتحق بزيد، وليس من أجل واجهة تلتحق بزيد، وليس من أجل الرهبة تخاف من زيد وتلتحق بزيد، يريد التحقق بزيد لله. يعني إلى حد ما غالبا لا يتحقق هذا الجانب إلا إذا كان زيد لا يمتلك هذه العناصر، بل هو من يقابل زيد يمتلك العناصر، فتمتلك تلك تترك تلك العناصر التي فيها الألم ربما الدنيوي الظاهري وتلتحق بزيد وعمر رغم ما تتحمل من آلام. يقول والخشوع لوجهه والاستكان لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوفها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. أنا بالرغم من قرأت هذه القضية، لكن حسب ما أعتقد بأنها واضحة، يعني ربما ننسى أو نتناسى، لكن تعلم كلام أهل البيت سلام الله وكلام أهل المؤمنين من الجبلاء له وقعة النفس، لكن لا يبقى يعني تأثير في الخارج وفي سلوكنا إلا إذا نستحضر دائما مثل هذا الكلام، نحفظ ونستحضر هذا الكلام لفظا ومعنى ونجعله هو المؤدب والمسير لنا، هذا تكون فيه الفائدة. أما مجرد يعني استحضار معاني لا تخدم بشيء، لكن من هذا يعني نقول هذا هل يختل عندما أقول بأي مستوى وصل، ونحن اللي يعني نعتبر أنفسنا أرجأ منه وليس من حقنا أن نحكي عليهم بأي مستوى. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول انظروا إلى بعد أن تخلفوا عنه ودعاهم سيفا وشفاء وتعب سلام الله عليه من الدعوة لهم، الحث على انتصار للحق والالتحاق بالحق، اللي حتى أمير المؤمنين يقول لقد مليت من قلبي غيها، هكذا يقول يصف هذا المجتمع، يقول انظروا إلى ما هذه الأفعال، هذه أفعالكم التي تصدر منكم لأي شيء، يقول لهم أنتم حتى يعني عندما نقول حتى الخديعة ربما الحمد لله ربما نحن شواهد تاريخية مع المعصومين خاصة تأتي ربما مؤيد لما نقول، نحن قلنا سابقا حتى المكر والخداع يتبرأ منهم، لأنه بهالمستوى من السذاجة حتى لا يعرف أحدهم أن يخدع المقابل، مكلف مسكين فلاح لا تعرف أن تخدع فلاح، دليل على أنك لا تفهم، حتى بالخداع أيضا أنت لست بعالم، حتى بالكذب أنت لست بمجتهد، يعني المجتهد في الكذب يعرف متى يكذب، ويقولون الكذب المصفط أفضل من الصدق المفرط، هكذا بالمعنى، فحتى الكذب لا يعرف أن يعطيها ويخدع بها إنسان بسيط، أتحداهم يخدعوا أي إنسان، أي فلاح، أي شخص لا يقرأ، نحن ليس استظهار وإنما رفعت إن شاء الله الفلاح، نحن نقول أي شخص لا يقرأ ولا يكتب، هل يستطيع أحدهم أن يقنع بدليله أو يخدع بهذه القضية التي أمامه بقضية عقلية أخلاقية علمية؟ أتحدى أي شخص مهما يكون ذلك الشخص من مستواه كثير بسيط. فإن المؤمنين سلام الله عليه يقول كل إنسان يتكبر أو يسلك هذا الطريق له غاية وسبب ويعطي علة يقنع المقابل، أما علة وإما حجة، العلة التي يعطيها للجاهل والحجة تعطى للسفيه، والحمد لله نحن نرجو من المكلف أن لا يكون جاهلا ولا يكون سفيها، وإذا كنت كان المكلف يسمح لنفسه أن يكون جاهلا وسفيها يرضى بحجة بالحجة الواهية ويرضى بالكذب والخديعة بالعلة الكاذبة. لنقل كيف استشهد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، يقول انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر، يعني كأنما يعني قهر الافتخار بهذا المعنى أو العلو لا نعلم به المعنى أو الظهور، وقدع طوالع الكبر. لقد نظرت هذا المشهد، يقول لقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين
رويسه يقول نظرت فما وجد احد من العالمين يتعصب لشيء من الاشياء الا يعني لا يتعصب لشيء الا عندما تسال يعطيك علم. يتعصب لشيء من الاشياء الا عن علم تحتمل تمويه الجهلاء. العله الكاذبه من ينخدع بها؟ الجاهل. اللي يعطيك علم ينخدع بها الجاهل. هذه العله من هي؟ عله ابليس اللي قال انا افضل منه. هذا الجاهل يخدع بهذه القضيه كما خدع يعني ممن سار بقضيه التوحيد وزياره اهل البيت وزياره القبور من اتباع ربما عبد الوهاب وغيره بهذا المعنى. خدعوا بكلمات كما هي نفس دعوى ابليس لا نستغرب. ابليس ايضا دعا للتوحيد، كيف اسجد لغير الله؟ انا لا اسجد. والله لما يقول له اسجد يقول له كيف اسجد لغيرك؟ وايضا النبي صلى الله عليه واله اللي لا ينطق عن هوى يقول لك زر القبور وزياره اهل البيت، وهو الذي عقد مجلس الحسين سلام الله عليه قبل وفاه الامام الحسين. بل اخر صلاه الصبح، تاخرت صلاه الصبح من اجل ما شاهد بالرؤيا بوقت الامام الحسين. تاخرت صلاه فريضه وانتظر الصحابه النبي صلى الله عليه واله حتى يخرج ويصلي صلاه الفجر. تاخرت صلاه فريضه عن وقت الفضيله لنقل ليس بالقصص. وعقد مجلس قبل وفاه الامام الحسين سلام الله عليه. فمجرد يعني لنقل قضايا طاهرية كما تمسك بها ابليس، هو من يقتل علي بن ابي طالب سلام الله عليه ويزكي اعماله ويعتبر هذه منجيه لها و يعني مزكي للذنوب وغافر لكل شيء مقتل امير المؤمنين سلام الله عليه، نتوقع منه كل شيء. اذا هكذا وقد نظرت امير المؤمنين يقول سلام الله عليه فما وجدت احدا من العالمين يتعصب لشيء من الاشياء الا عن عله تحتمل تمويه الجهلاء، حتى نعرف اذا العله جرت على شخص على الجاهل او حجه تليق بعقول السفهاء. ما فتش الا عله تسري على الجاهل او حجه تسري على السفيه. يقول الا انتم يعني او بمعنى يقول غيركم يعني الا انتم قد شددتم عن العالمين بان ليس عندكم لا حجه ولا علم. عرفت هذا الكلام انا اوجهه للمكلف، هذا اللي الوسيط اللي خدعك وكذب يعني اعتبر نفسه وانت خدعت به وارتداء الزي، هذا ليس لي علاقه، هذا عنده حجه وعلم، سفيه ويسري عليه الدليل كما طرحنا في بدايتنا. وايضا جاهل ويعطيه عله معينه كما قلنا بالقضيه السابقه عندما تطرحها. يعني هكذا نقول حليه محرمه، القرشي المدبس حرام، الطش المدبس حلال، حرام حلال، هذه حجة أم علة أعطاك العالم؟ هو يقول أنا بينت، فالبينت ربما أعطاك العلة اللي نقل في المقام. وعندما يقول أنا بحثت وطبقت ربما تكون حجة، فهذا ينطبق على السفيه وعلى الجاهل. هذا الوسيط سنعدي هذه القضية حجة أو علة، وإلا حلة الحلية كيف تكون حرمة، والحرمة كيف تكون حلية العالم؟ سأل أي إنسان هل يوجد هكذا شيء حلال؟ يقول له اشرح لي هذه العبارة، يحرم الخمر ويحرم شرب الخمر، اشرح لي هذه العبارة. ويتصدى شخص ويقول الخمور يحل شربه والله فيه الفوائد الفلانية الفلانية، ترضى بهذه التفسير؟ تقول أبين حرام، الخمر حرام. تقول الخمر حلال لأنه فيه فوائد، هذا تفسير للخمر حرام، عيب. هذا اللي السفيه والجاهل الوسيط هذا يعني تسري عليه وتجري عليه، اما انت المكلف في الخارج ليس عندك ارتباط، يعني انت غير مرتبط مع هذا الشخص، لا يستطيع ان يخدعك بعله ولا يستطيع ان يخدعك بحج. يعني نحن نقول مع وجود البديل ومع وجود الاطروحات المنافسه، طبعا لو كان امامك لا الاطروحه وهذا خادع وانت عقلك في المستوى من السذاجه ما لا نفعل، لكن يوجد اطروحات امامك كثيره في الخارج. ومثل هذه القضية البديهية المفروض أيضا لا تجري على أي إنسان ولا ينخدع بها أي إنسان. عموما يقول أمير المؤمنين إلا أنتم غيركم، ها يقول العالمين كذا، كل واحد عنده شيء عندما يخدع ويتكبر. إلا أنتم غيركم فإنكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا علم، لا سبب ولا علم. أما إبليس فتعصب على آدم لأصله
قال للضيم وانا النار وانا اخرجك. وطعن عليه في خلقته فقال انا ناري وانت طيني. هذا ابليس. وبعد من يتكبر اللي هو من يحكم زعاطير؟ لما زعاطير؟ نحن نصارع الزعاطير. انت تريد تخدع بالزعاطير وانا اخدع بالزعاطير. فمن اللي اشتر بالخداع هو الذي سيخدع الخالق. نحن مع الزعاطير نتعامل. فمن تعامل مع الزعاطير وكل شخص من عندنا اكثر من 40 يوم يكون زعاطير يعني اكثر مزعطين اقل منهم بهذا اللهجه التي هو يتعدد بها. فيكفيك خزي وعارة أن تخدع الزعاطيط وتريد أن تكسر الزعاطيط وتحكي عليهم في خلاف هذا الكامل. وأنت لم يقام لك كيان وهيكل ومرجعية وشأن إلا من أجل الزعاطيط هي التي تدعو لك المساكين وهي التي تقاتل من أجلك وهي التي تدافع عنك وهي التي تهاجر من محافظاتها وتأتي إلى هنا وتريد أن تسمع وفي بالها النظر في وجه العالم عباده وتقبل اليد وتعطي الأموال. مساكين وناس مساكين أفضل منك وأفضل مني. ونحن نتصارع من أجل هذه الناس الطيبة كما نتصارع على الدينار والدرهم اللي هو أفضل مني وأفضل منك لأننا نتصارع من أجله. عموما هذا إبليس. أما الأغنياء من وثرفة الأمم فتعصبوا لآثار مواقع النعم. قالوا نحن وصلت لنا وغيرنا لم تصل فالله يحبنا ووصل وأعطانا وأغنانا أما غيرنا لم يعطوا. فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هنا يعطي الميرومين سلام الله عليه الحل. هذا التعصب الأعمى اللي يجعل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يجعل خيار شرار قومه خير من خيار غيرهم. هذا قال لا نرضى به. وإنما التعصب أن تحب قومك وطبعا تجعل يعني بشرط أن لا تجعل هكذا. ويقول لازم هذا بأنك طبعا إذا كان من قومك من هو أفضل طبعا تقدم. ليس لأنه من قومك لكنه لأنه أفضل لأنه أتقى. أمير المؤمنين أيضا يشهد هذه الواقعة يقول فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. فإن كان لابد من العصبية إذا نريد تعصب يقول نعم كما الإمام الصادق قال نعم تعصب حقهم لا نرضى بهذا الجانب. لكن قيد بأن لا تجعل شرار غيرهم أفضل من هذا الجانب. ولا أعلم يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد من نحكي بهذه القضية. ولا أعلم يعني أرجو يعني أيضا لكم للجميع ومدام القضية عامه أنا أؤكد وأؤكد وأؤكد أنه أنصار الإمام سلام الله عليه من العراق من الشام من مصر من العرب يعني حتى من خارج العرب فمن هاجر من العرب سيتعب. هذا الحكم الأول. أما ما يؤخذ من روايات وتحكى يعني إلى حد ما تسحب إلى مناطق أخرى أو كذا لا ترجع إلا للعرب. هذا شيء المفهوم نسلم به يعني على أقل تقدير على نحو الظن الراجح بهذه القضية. لكن ليس بها الخصوصية. لكن لأننا سنعتقد ولأننا سنتيقن ولأننا سنلمس بأنه هذا الشخص هو الأفضل سيكون من الصحابة. هو الأفضل سيكون من الأبطال. هو الأفضل سيكون من الأبدار. هو الأفضل سيكون من المقربين. هو الأفضل سيكون للتقوى ليس لخصوصية معينة. لا نفرق بين زيد وعمر من الناس. هذه ليست لها خصوصية في المقام. لكن أنتم ما بالكم نائمون أموات يعني لحد الآن عيب وخزي وعار وجريمة وجناية. عندما تتحدث مع ميت السيد الخوي عيب عليك خزي مرجع. انت تتحدث مع السيد الخوي مع آل الصدر الثاني مع سيد الصدر رحمه الله عليه عيب خزي وعار يعني خاصه طرحت كتب في الخارج. لا تحدث سيد محمد صدر اترك بحوث الصدر الاول عيب عليك خزي وعار يعني اذا لم تكن 100% قد ابطل مباني السيد الخوي ف 90% فلا يمتلك ضمير. كل من يدعي اعلاميه للسيد الخوي يعني أقسم بالله العلي العظيم لا يمتلك ضمير لا يمتلك العدالة. وأنا مسؤول عن هذه الكلمة التي أقول. يعني أي إنسان طفل في الخارج لو يطلع هكذا مجرد أن قلت يعتقد 100% ويجزم بأن سيد الصدر أعلم من سيد الخوي. يعني جريمة وجناية على العلم وعلى الغيرة وعلى الرجولة وعلى العمامة التي ترتديها. أخسر وأخجل يعني على نفسي حتى الآن تحكي بهذه القضية وبهذه الأرواح.
عندك جانب علمي هذه بحوث السيد، خذها ورد عليها وقل أعلم بهذه الخصوصية. يعني خاصة جربت، وسيصدر الفكر المتين الجزء الثاني، أيضا سأبطل كل ما سجل على السيد الصدر، خاصة قضية في الخارج. إذا كنت مشتبه سابقا بقضية معينة وتقول السيد أخوي أعلم، لا بأس نرضى. أما في هذه الأيام لا زلت تدعي هذا الجانب، عيب عليك، خزي وعار، أخجل على نفسك. علم جناية هذه ليس قومية، أنت أيضا ليست من تلك القومية، لكن مجرد بغضا بالعراقي لما هكذا ليس بعدالة. هذه لا يوجد عدالة في المقام، جناية على العلم. يعني كما أراكم أمامي حاليا هكذا أتيقن بأن السيد الصدر أعلم من السيد الطبي، وهكذا ليس بقضية. حتى أقول لكم يعني أكثر من هذا، يوجد قرص أيضا من تلك الجهات، يعني مدعوم أموال، وأرجع إليه 3400 ربما كتاب، أكثر من 3000 عنوان كتاب، وفيه كتب الزيدية وكتب يعني لما كل قلت لك كل إنسان يحكي بما هو يعلم وما هو يعتقد. هذا الشيء أقول أنا أكرر هذه القضية ليعلم خطورته هذا الشيخ محمد، أعلم خطورته على المذهب، لأنه يدعو لمثل هؤلاء الناس. يعني يوجد أكثر من 3000 كتاب هذا المعجم الثالث اللي عنده جهاز كمبيوتر يتابع. يعني مهما يكون الإنصاف العلمي والعدالة، يعني آل الصدر تاج على رأسك المفروض تلبسهم في الجانب العلمي. أما تطبح كل الكتب الأصولية، الرافد يرفض، سيد السيستاني يرفض، الرافد لم يذهب معكم، قالوا الرافد ليس كتابنا. كم شخص يعلم بين رافض رفضه، حتى أنه أعطوا أموال لكي يسحب الرافد من السوق. يصدر الرافد في ذلك القرص أنه هو من الكتب ومن إصدارات السيد السيستاني. والتاج اللي بحوث سيد باقر لا تطبع في هذا السيد. لمن؟ الزيتية كتبهم موجودة الأصولية والفقهية، الأحناف الأصولية والفقهية موجودة، الحنابل موجودة، ابن تيمية وفلان موجودة، المصادر السنية التفسير موجودة. لما السيد الصدر لا تطرح؟ تطرح ربما الحلقة الأولى أو الثانية لأنها ليس فيها هذه الخصوصية وتمييز، حكي عام دراسي. أما بحوث التي طبعت، وهو طبع في 2000 هذا الثاني، وبحوث السيد طبعت في 80s ومطبوعة اللفظية والأصولية، لما لم يطبع الكتاب بهذا الجانب؟ وأكثر من هذا، الإمام المهدي سلام الله عليه، أتحدى أي شخص، كل من يحكي حاليا بالإمام سلام الله عليه كتب مثل ما كتب سيد محمد الصدر رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كتب تاريخية، لما لم يذكر موسوعة الإمام ذلك القرص؟ أكثر من 3000 عنوان كتاب، ليس يعني عنوان، البحار أحد العناوين. فلما هذا حقد، هذا التعصب أعمى؟ مذهب هذه خدمة المذهب، بروحات السيد فكر علمي، روحات السيد فكر علمي، لما لم يطرح ما وراء الفقه؟ لما لم يطرح لذلك القرص؟ أعطني مبرر، أنت لو كنت بدري هنا أعطني مبرر لهذه القضية. أكثر من 3000 كتاب، راجع كل منكم يراجع كتب الفقهية، يعني فقه الشيعة وفقه السنة، حنبلي، حنفي، مالكي، شافعي، وبعد هذا يحكي عن الزيدي، وكتب التفسير أيضا فلان 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 فلان، كتب التاريخ فلان 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 فلان. لما هذه كتب شيعية؟ وهو من يقرأ؟ هو أنتم لا تقرؤون، الناس تقرأ، هو من يقرأ؟ تطبعون كتب مجرد أسماء تصدر. يعني أنتم لا تعلمون بأن سيد السيستاني رفض الرافد، قال ليس كتابي وطبع ليس بموافقتي المكتب، تعلمون، لكن صدرتوا باسمه تعلمون الناس لا تقرأ هذا كتاب السيستاني وانتهت القضية. لما هذا حقد؟ هذا تعصب أعمى، هذا إبليس، هذا شيطان، تصرفات إبليس، وهذا نطق إبليس، وتصرف إبليس. ماذا أفعل أنا إذا شخص يدعي ويخدعكم ويقول أنا أسير على خط السيد الصدر ويدعو لي مثل هؤلاء الناس؟ يعني أحكي أم لا أحكي أنا؟ ويقول أنت ضد خط السيد وهو ليس على خط السيد، ويحكي على خط السيد وخدع الناس خلال هذه الفترة. في القلب شيء كثير، لكن لا نستطيع أن نحكي كل شيء داخل اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك نقول لكم نحن صبحنا عدة مرات، يعني نعلم بخطورة المقابل، وهو الخط الآخر لم يخدعكم، هذا الخط الذي خدعكم، هذا السبب الذي نؤكد على هذا الجانب. نقول أخطر من معاوية وأخطر من يزيد، خدعك، هذا خدعك، يذبح الحق، يذبح أهل الحق، وأنت لم تصدق إلا بهذا، لم تصدق، صدقت بمكتب سيد السيستاني، أو صدقت من منكم يصدق بمكتب السيستاني أو مكتب السيد الحكيم أو مكتب شيخ بشير؟ لا يصدق أحدكم. صدق بهذه القضية في بداية الأمر، يذهب إليه ناس، نحن نرجع إلى أصل القضية، يذهب إليه ناس يقولون له سيد محمود وأطروحة وكذا، ماذا يقول؟ هل الإمام الحسين بمفرده، أمير المؤمنين بمفرده، النبي صلى الله عليه وآله بمفرده،
وربما يعني سمعنا وقرأنا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: أما من مغيث يغيثنا لوجه الله، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذه القول يخرج إليه الحب بن يزيد الرياحي. وبعد ذلك عندما يقطن من فرجه سلام الله عليه يقول: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من واحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ هل من معين يرجو الله في إعانتنا؟ ارتفعت أصوات النساء بالعويل سلام الله عليه، يطلب المعين، يطلب الناصر. الإمام المعصوم سلام الله يستطيع أن يعني يستك جانب الإعجاز، لكن أراد أن يعطينا شيء في الخارج. يخدع الناس، يقول له: اترك سيد محمود، ما كان لله ينمو، وأين الناصر؟ وأين المعين؟ تدفع كل شيء وتشتري الذمم وأخذ اسم السيد وتحدي باسم السيد وتحت ظلك ابن السيد، وأنت تحت ظل ابن السيد، أحدكم تحت ظل الآخر، وأحدكم يغطي على الآخر، وبينكم الله العالم من خلافات كذا، لكن لي قضية ولمحاربة الحق تتحدان على شيء معين وتخدع الناس. يقول لهم: ما كان لله ينمو، والناس أخذت القضية تثق، وقف في جنازة السيد كما الأول والثاني أراد أن يقف في جنازة الزهراء سلام الله عليه. يوجد فرق بين الأمرين؟ لا يوجد فرق بين الأمرين. وصدقت الناس وذهبت ما كان لله ينمو، انتهت، نمت القضية ما كان لله. يذهب إليه الناس يقول: مرجعية فاسدة، أنت سبق وأن تقول ما كان لله ينمو، إذن كيف نمت وكيف عرفت؟ أما نمت لله وهذه القضية الأولى، وأما هي مرجعية فاسدة من الأول، وأصبحت مرجعية فاسدة. وبدأ يعني بعناوين الوحدة والجماعة والألفة والكذا، وإن شاء الله ربما يعني في المحاضرات القادمة سأطرح لكم شيء عن عنوان الوحدة. هذا قرأنا لكم ما أمر بالإمام الحسين سلام الله حتى طلب الناس البطير المفرجي سلام الله عليه. وقبل هذا كان إمام الحسين كلكم ربما يعلم، لأن الإمام الحسين كان يدخل عليه الصحابي من شيعة علي سلام الله عليه، يقول له: السلام عليك يا مدلل الشيعة، وهذه القضية لا تخفى عليكم. هكذا بقي أهل البيت سلام الله عليه بمفرجهم، ونترك صاحب الحق بمفرجه ونقول: ما كان لله ينمو، وننتظر كيف سينمو، ما عنده في هذه الدنيا. هذا اللي يقول له سيد محمود: ينظر اليوم أنا أنظر بعد عام، ينتظر تتساقط رؤوس ويقتل فلان ويموت فلان وينقعد له، هذا لله وهذا الذي له. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى كشف يعني الكذب وكشف الخداع، والحمد لله الله نجى كثير من الناس من هذه القضية. فهذا موقف أهل البيت سلام الله عليهم جميعا في هذه الخصوصية. ولا بأس، أنا يعني إن شاء الله أخذنا وسيظهر شيء قريب بعون الله تعالى يعني سلسلة الإمام سلام الله عليه الميتي، وأنا أيضا سأوجه في ذلك الكتاب. ولا بأس من هنا من يعتقد بقضيتي، ولا ما زلنا نحن يعني نعتقد بأن العلامات ربما قريبة، ربما نكون من أهل هذا العصر، فألزم كل صاحب منبر أن يعني يعرج على قضية الإمام المعصوم سلام الله عليه لاستحضارها لتهيئة يعني الأذهان والنفوس لتقبل مثل هذه القضية. فإن شاء الله نرجو أن تكون موازية لقضية الإمام الحسين سلام الله عليه ومعها وضمنها، لأن الإمام أيضا سيدعو لثأرات الحسين سلام الله عليه. فإن شاء الله نرجو من الجميع لأقل تغيير في هذا الوقت أن يعرج على هذه القضية، ونحن إن شاء الله أيضا لنفتح هذه السنة، ولأنها إن شاء الله تكون دعما لقضيتنا من الجانب الروحي، وإيفاء إن شاء الله للتسجيلات التي حصلنا عليها من أهل الحق. فعن الإمام السجاد سلام الله عليه يكون قبل خروج الإمام سلام الله عليه يصف يعني بعض ويذكر بعض العلامات، يقول: ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليارس. وإن شاء الله مستقبلا، لكن لا بأس أن أشير أنه السفياني من ضمن مواصفات السفياني هي يعني أصفر الوجه وطويل العنق، ربما أيضا يعني يطبق جلد على بطنه، يعني أيضا ضعيف نحول، في وجهه آثار العبادة. هذه المواصفات عندما تذكر يعني بعض أهل البيت سلام الله عليه عندما يذكر عن الشيعة وعن مواصفات الشيعة يذكر هذه المواصفات. السفياني لا تتوقع بأنه سيصدر ويقول أنا سفياني، لا يعتقد بقضيته، سيصدر ويقول أنا الإمام سلام الله عليه، حتى يعني يكون في بالك هذا. يعني أنا إن شاء الله قلت لك إذا توفق ناس يعني أعرج على روايات بصورة عامة، روايات الإمام سلام الله عليه، لكن هكذا لا بأس نذكر المقابل. يعني عندما نسمع صيحة صباحا وصيحة مساء،
نقول تمسك بصيحة الصباح، فالثانية هي للسفياني، الأولى تقول للإمام سلام الله عليه والثانية للسفياني، فهل تتوقع بأنه الثانية تكون الحاق مع السفياني فلان ابن فلان السفياني؟ ليس بصحيحة، لا أحد يلتحق بها، عرفتم؟ فالصحيحة أيضا باسم آل محمد. يقول مات سلام الله عليه الإمام مات، وعليك أن يعني توفى الصيحة الأولى، صاحب الصيحة الأولى توفى، فتمسك بهذا من هو النائب له أو هو من يمثله أو ذلك كاذب لأنه قد مات وهو المفروض يحقق الهدف النهائي، فهذا الثاني هو صاحب حق، فتمسكوا بهذه القضية، هذا المنادي الذي ينادي وهو إبليس يقينا سيكون في تلك التفاصيل. فلا نستغرب بين علامات السفياني تكون نفس علامات الشيعة والتشيع، وربما كما يطرح نفس علامات الإمام سلام الله عليه، لا بس وسائل التجميل أصبحت يعني فيها قدرة أن تعطيك أو أقنعة معينة لا تستطيع أن تميز شخص إذا لم يكن تجميل في قناعة معينة أيضا يرتديه ويكون له تلك المواصفات التي تنطبق بالروايات، فهذا ليس هو الحل، وإنما الحل العقل والدليل العلمي. أنت عليك أن أينما دار الحق، أينما دار الدليل، أينما كان الحق عليك أن تلتحق بالحق. فهكذا أنصحكم وأنصح نفسي، يعني علينا أن نعود أنفسنا باتباع الحق. نحن هذه الشاهد الذي نريد أن نأتي به هنا على قضية الوحدة، يعني التفكير الفردي واجتماع الناس ضد شخص، كما قلنا النبي والإمام والحسن والحسين كل منهم مر بمفرده وأعطينا مصادر، هنا أيضا نقول الإمام سيمر بمفرده ونعطي مصادر. فإذا كان المناط باتباع شخص بمن يلتحق أو لا يلتحق أو بالأموال وعدم الأموال، فتفشل قضية لا يلتحق يقينا بالإمام سلام الله عليه. لما لا يلتحق؟ يعني هو لا يتوفق لتمييز الإمام، يعني قلنا أكثر من شخص سيدعي الإمام، كما هنا أكثر من شخص سيدعي العالمين وأكثر من شخص يدعي الاجتهاد، فكيف تميز؟ عليك أن تتبع العقل، لا يوجد تمييز، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما هنا تتوفق للحق، يعني في هذه الزمان تتوفق للحق، في ذلك الوقت أيضا تتوفق للحق، فأنت في اعتقادك تسلك طريق الحق وتسلك الواجهة المادية، تسلك طريق الحق وتسلك الواجهة الاجتماعية لغواية الشيطان. فيقول يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس، وإذا ظهر السفياني اختفى الإمام سلام الله عليه ثم يخرج بعد ذلك، يعني يحصل مطاردة من قبل السفياني الإمام سلام الله عليه في المدينة ويقتل من يقتل في المدينة ويذهب إلى مكة، تكون خصوصية لبعض الأفذاذ ولبعض الأصحاب من المقربين، تبقى نحن هكذا نفسر نقول يعني كشيء أولي إن شاء الله كل شيء في وقته، يعني نقول يوجد خروج للإمام سلام